أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات الطلبة، خلينا نكمل معكم في مادة تمريض الصحة النفسية. طبعا وصلنا اليوم لحاجة اسمها psychological perspective. لما أقول كلمة psychological perspective، زي هي بعض الناس بيقول عنها وجهات نظر، بعض الناس بيقول عنها نظريات، يعني تقدر تقول أنت psychological views، يعني وجهات نظر نفسية للسلوك الإنساني ولا شخصية الإنسان بشكل عام. طبعا في شغلات احنا بدنا نحكيها، احنا زمان حكيناها يمكن في علم النفس في سنة أولى، بس اليوم بدنا نذكر فيها عشان اللي بعده يكون مفهوم بالنسبة لنا لما نصل للديفنس ميكانيزم. البيرسوناليتي ستراكشر اند ديفلوبمنت، اللي هو تركيب الشخصية. طبعا لما زمان كانوا يقولوا انه بدناش ننسى انه البيرسوناليتي، لو جانا سؤال او حدا سألنا في مقابلة بكرة او كذا، البيرسوناليتي develop not not لما اتكلم بقول تطورت، يعني هي عبارة عن تطور، ما صارش فيها growth، not growth. يعني مش في عندنا، لما كنا ناخذ مساق growth and development، كنا ناخذ بعض الاشياء زي الايد الرجل يصير فيها growth، لكن في نفس الوقت يصير فيها development، تطور للحركة وغيره. البيرسوناليتي ما فيها growth، فيها فقط development، الشخصية تتطور ولكن لا تنمو نموا اللي هو يعني ماديا او يعني شيء محسوس. طيب explain human behavior can be divided into three paradigms، يعني كأنه بقول لي في ثلاث قواطع أساسية هي اللي بتفسر اللي هو السلوك الإنساني. كيف بنفسر؟ إذا بنتذكر في الزمانات كنا نقول في عدة نظريات بتفسر سلوك الإنسان. أكبر نظرية وأقدم نظرية كانت اللي هي بايوميديكال. لما نقول بايوميديكال يعني التفسير من الناحية الجسدية، اللي هي من الناحية الفسيولوجية فقط. في سايكولوجيكال يعني من الناحية النفسية، في سوشيولوجيكال يعني اللي هو من الناحية ايش الاجتماعية. طبعا هذا كلام عام، لكن الآن اللي جاي هو حيفسر لنا ايش بنقصد في كل حاجة. لما نقول لي بايوميديكال موديل، معناته هذول الناس بيؤمنوا انه سلوك الانسان، قبل ما ندخل بالتفصيل، بيؤمن انه سلوك الانسان وشخصية الانسان وتصرفات الانسان كلها جاي من ايش، منبعثة من جسد الانسان. يعني هم يؤمنوا انه الانسان اذا صحته كويسه مع تصرفاته كويسه. طبعا لما بقولوا صحته لا يقصدوا كل الجسم بشكله الكلي، وانما اكثر شيء بركزوا على اللي هو المخ والجهاز العصبي. المخ والجهاز العصبي على اعتبار ان هم الاثنين مسؤولات عن ايه، عن كل حركات جسم الانسان بشكل عام. طيب بقول لي انا proposes abnormal behavior، بيعتبروا انه بيفترضوا ان السلوك الغير طبيعي بيجي من وين؟ من البرين والسنترال نيرفس سيستم باثولوجي. وهذا دير بالكم مش كتير يعني الكلام دقيق، ولقيت انا هحكي اقول فيها. فالان ايش بقول لي عشان نبين انه مش على اطلاق الكلام. هم بقولوا انه لازم يكون في باثولوجي في النيرفس سيستم ديس اوردرز، ممكن يصير ينعكس على زي حالات كتير بتصير، يعني سنترال نيرفس اب نورماليتيز، او لا سمح الله صار عنده اي جلطات دماغيه او غيره، وصار معناته في مشكله، او صار عنده تيومر. طيب structure changes in the brain برضو التغيرات التركيبية في خلايا المخ برضو بتنعكس على السلوك. endocrine or gland dysfunction، طبعا كمان وظائف اللي هو الغدد والغدد الصماء بتنعكس على كمان سلوك الإنسان. genetic transmission of mental illness، برضو التوارث ونقل الجينات الوراثية للمرض النفسي. طبعا لو لاحظنا كل اللي احنا حكيناه هذا جسدي، يعني لاحظين انه كل لما قال بايوميديكال كل هذا ما فيش اشي خارج جسم الانسان. لكن الا ترى انه مش ممكن يكون على اطلاق الموضوع انه كل ما بده يصير في البرين بروبلم معناته بده ينعكس على البيهيفير؟ والدليل انه في ناس عندهم برين تيومر وسلوكهم كويس، في ناس عندهم يعني بدنا نقول مثلا يعني جلطة دماغية مثلا، يعني سواء كانت مثلا سي في اي مثلا تي اي اي، يعني ورغم ذلك وضعهم كويس وسلوكيتهم طيبة. فبنقدرش نقول على إطلاقها إنه كل ما يكون في brain problems أو central nervous system problems أو pathology أو disorders معناته بده يصير في abnormal behavior. هذول وجهة النظر biomedical. أما وجهة النظر psychological models، طبعا أنا مش هشرح كل وجهات النظر، لكن إحنا بنركز على اهم شيء، الاشياء اللي العلماء خلينا نقول يعني كتير انتشر فيها التفسيرات النفسيه، وعلى راسهم اللي هو نظريه فرويد اللي بسموها نظريه التحليل النفسي، السايكو اناليتيك ثيوري. طبعا هذه السايكو اناليتيك ثيوري ايش بتقول؟ هي
تفترض انه كل واحد فينا بتتطور شخصيته في 4 مراحل في حياته. ايش بتقول؟ طبعا ربط التطور في الشخصية بالتطور بالايش الجسدي او بالناحية الفسيولوجية، لكن هو ما سماهاش فسيولوجي عشان نفرق عن القديم اللي قبله. اللي قبله كان يقول البرين والسنترال نيرفس سيستم، هنا بقول لا، بمر الانسان بس من باب التذكير ب4 مراحل في حياته جسدية، وهي بتحتم مسار حياته فيما بعد. لما سميناها في الزمان اورال ستيج وانال ستيج وفاليك ستيج وليتنت ستيج، للمرحلة المتأخرة. طب ليش هو حكى فرويد هذا الكلام؟ هو طبعا زعيم هذه النظرية، بقول انه البيهيفير السلوك اكتر شيء يتحدد ويجي مشتق من الانكونشس بروسيس. يعني بقول سلوك الانسان جاي من وين؟ من حالة اللاوعي او حالة اللاشعور. لكن اكتر شيء بتتأثر بالتشايلد هود كونفليكتس. ايش يعني؟ انه بقول فرويد انه سلوك الانسان اكتر شيء بكون يعني يتأثر في مرحلة الطفولة، وخاصة الصراعات اللي بتكون في الطفولة. وهو بقول انه الانكونشس يعني هو اللي بكون المصدر تبع البيهيفير. وبالمناسبة عشان نذكركم، هو اعتبر انه المايند لما قسمه سماه كونشس وانكونشس، وحط في النص حاجة اسمها بري كونشس اللي هو ما قبل، اللي هو يعني ما بين حالة الوعي وعدم الوعي، زي الموضوع اللي بكون طالع من عملية بكون يعني في مرحلة الريكفري. لكن السؤال هنا ليش هو ركز على الانكونشس؟ اعتبر فرويد انه الانكونشس هو اكبر مخزون، هو اكبر مخزون في حياة الانسان، وبحط فيه زي الستورز، يعني خلينا نقول مثلا زي الهاوس ستورز، كأنه مخزن البيت بتحط فيه كل شيء ما بدوش اياه الانسان فبحطه فيه. فبالتالي يوم من الايام حيعاود يطلع عن طريق سلوكيات. هو بيعتبر انه مرحلة الطفولة مرحلة خطيرة. على فكرة كان يقول فرويد انه يعني the first 6 years is the most important years in your life، يعني كان يعتبر انه اول 6 سنوات في حياتك هم اخطر 6 سنوات في المستقبل. علشان هيك حتى كان يقول normal childhood period normal adulthood اللي هو period، يعني اللي بكون في طفولته كويس بكون في كبره كويس. المنتال illness هنا متى بصير عند الانسان؟ اضطراب عقلي، اضطراب ذهني، اضطراب سلوكي. يعني باختصار متى بيعتقد انه صار في مشكلة في الحالة العقلية عند الانسان؟ بقول انه هذا عبارة عن consequence of a fixation. شو يعني fixation؟ ثبوت على اي مرحلة. احنا قلنا هنا اذا تتذكروا معايا في الزمانات كان في اورال وانال وفلك اللي احنا حكيناه في سنة اولى، وللما تذكر شو يعني مرحلة الاورال ستيج، يعني مرحلة الفمية. فهذه المرحلة مثلا أول 18 شهر مثلا، نضرب مثال عليها وأنتم يعني تفهموا الباقي. فأول 18 شهر هذه المرحلة الفمية شو يعني بيصير؟ بيصير إنه الطفل لازم هذه المرحلة يشبع اللي هو الفم تبعه عن طريق السكينج، عن طريق الإيتينج، عن طريق اللي هو درينكينج. بتلاقي إيش الطفل بس المطلوب الوحيد؟ الرضاعة والأكل والشرب، أكل وطعام وهكذا، وفيسيولوجيكال تشينجز يعني بشكل عام. في هذه الحالة بعدها لازم ينتقل لمرحلة الانال عشان يصير مرحلة عملية التنظيف، اللي هو مرحلة انه يبدأ يعتمد على نفسه. فلو اعتقدنا او لا سمح الله صار الطفل ثبت على هذه المرحلة في مرحلة الاورال، هنا بتصير المشكلة كبيرة. كيف يعني ثبت؟ يعني ما اكتملتش المرحلة، يعني روح انتقل لمرحلة الانال وما رضعش كويس، ما شبعش كويس، او صار في عنده مشكلة، صارت الام صار عندها حمل تاني فاستخدمت اشياء تانية فاكتملتش المرحلة اكتمال كويس. بصير هنا حاجة اسمها فيكسيشن. لما نقول لي فيكسيشن يعني كأنه ثبت على مرحلة وبضل ما شبعش، فممكن لما يكبر يصير عنده هذا المشكل، نهم في الأكل، في مشاكل، ما يحب دائما يعني عنده، بدناش نقول هايبر ايتينج، ممكن تكون اوبيزيتي، ايا كان هذا على حسب كلام فرويد طبعا او بظروف اخرى. فهو طب بقول لي طب متى بيصير المنتال إلنس؟ طب انت قلت ان انا فيكسيشن، بس فيكسيشن على اي مرحله بيصير منتال إلنس؟ قال لا، مرات بقول ان ريزولد، او في عندنا ان ريزولد كونفليكت بتوين ايد ايجو اند سوبر ايجو. طبعا كلكم حتتذكروا معي اللي هو لما نقسم الشخصيه في الزمانات وقال انه كل انسان له 3 اشياء زي عملات زي ستايلز في حياته،
اللي هو الأنا والأنا الأعلى والهو اللي هو الحاجة اللي الآيد. لما يقول كلمة اللي هو أو اللي هو بغض النظر لا تبحث عنها في القاموس، هي الأشياء السلبية. الآيد اللي هو النيجاتيف، بس من باب التذكير كل إشي نيجاتيف في حياتنا، السرقة، الإباحية، الظلم، القتل، أي ما يجي في بالنا، يعني النفس الأمارة بالسوء، الشيء السيء هو الآيد. الإيجو هي النفس البشرية اللي بتعمل التوازن بين الاثنين، اللي بتعمل إما يعني تضغط على الآيد أو تضغط على السوبر إيجو. أما السوبر إيجو كل إشي بوزيتيف، الضمير، الدين، الأخلاق، العادات، حياتنا، أسرتنا، مجتمعنا، وطننا، كل شيء إيجابي. لما بيصير كونفليكت بين الاثنين هذول، يعني مش قادر الإيجو يوفق بين الاثنين، يعني مش قادر يعمل وسط بينهم. يعني أعطيكم مثال، مثلا هو بيقول فرويد انه ممكن ايش الايد يقول له ما تروحش تصلي، لكن السوبر ايجو يقول لا حرام عليك لازم تصلي. فالايجو الان بيروح بيحاول يضغط على الايد انه هذا كلام صحيح مثالي، لكن لو ما قدرش اذا راح اتجاه الايد او راح اتجاه الايجو روح كامله، بيصير في عندنا منتال إلنس. وما يفكر الانسان انه اذا الايجو راح في اتجاه السوبر ايجو معناته يعني اشي كويس. لا، في حاجه كان يقول فرويد، عمل مره عمل زي الساعه وقال في حاجة الإكستريمز، وقال don't reach the extremes، يعني ما تصلش للمرحلة اللي هو اللي فيها التطرف. ليه؟ دائما extremely positive like extremely negative، فعلى الجهتين في مشكلة. طبعا أنا مضطر إن أطول شوية في السلايد هذا واللي قبله، لأنه يعني بده يربط أحداث قديمة درسناها في وضع جاي إن شاء الله. طيب نيجي على وجهة النظر الثانية اللي هو احنا بنتكلم كله الآن في ايه؟ في مرحلة السيكولوجيكال. خلصنا السيكولوجيكال على اعتبارها أكبر وجهة نظر عالمية. اللي بعدها behavioral psychology اللي هو علم النفس ايه؟ السلوكي، يعني اللي بيعتمد على انه شخصية الإنسان متحددة بسلوك الإنسان. طيب كيف بتقول هذه؟ ايش تؤمن؟ بتقول انه behaviors دائما تبع على سلوكنا learned. هي بتقول كل سلوك الإنسان متعلم، بيعتمد على ايه؟ انه قديش عملنا reward or not. طبعا عكس reward punishment، reward معناتها الثواب، punishment معناتها العقاب. هو ايش بقول؟ بقول هذول الناس انه كل سلوك الانسان متعلم، يعتمد على قديش احنا بنعمل له reward ثواب له بنشجعه، او بنعمل له احباط او عقاب. طبعا اهانة بقول زي زمان لما احنا خدنا في سنة اولى ونذكر زي مرحلة الكلاسيكال كونديشنينج، اللي بتذكر معايا انا هقول لك ايش كلاسيكال كونديشنينج. لما قلنا تجربة اللي هو الكلب، وكان لما كان اللي هو العالم حطه في صندوق وراح ايش حطوا له لايت ضوء، وصار يحاول يعمل له ايش اضاءة او طعام، اضاءة او طعام، لما صار عنده تعليم اشتراطي، وهذا يسموه ايش التعليم الاشتراطي، يعني وجود الضوء كان مقترن بايش مقترن بجلب الطعام، فيصير عند الكلب سلايفيشن. في حاجة اسمها ايش هنا اوبيرانت كونديشنينج، الاوبيرانت كونديشنينج اللي بسميها ايش بالتشكيل الحركي، بيصير عند الانسان سلوك. كيف يعني؟ زي التجربة الثانية لما كانوا في حاطين للعالم اللي هو الفأر، وكان حاطط بار يعني وتحتيه طعام، وكان لازم سوري كان فوقيه الطعام، ولازم الفار اللي هو الهانجري رات هذا يكون يظل يحاول لما يصل البار، واول ما يضغط على البار ينزل الطعام. هذا اسمه الاوبرات كونديشنينج. وفي نوع ثالث اسمه موديلينج باي ايش ايميتيشن، بسموه التعليم او النمذجه ايش بالتقليد. يعني في ناس زي لما مرات بيستخدموا الناس اللي عندهم يعني خلينا نقول مستوى عقلي متدني، بيعلموهم بالايه، بيعلموهم زي يعني لغه الصم او غيره، بيعلموهم بالتقليد او بدايه الطفوله في بدايه الحياه. طبعا لاحظوا انهم بيقولوا انه كل سلوكنا متعلم، لكن احنا نرجع نقول مش كل سلوكنا متعلم. اصدق مثال على انه مش كل السلوك متعلم، ليش الطفل اول ما بينولد مباشرة أول ما بينولد سبحان الله بتلاقيه اتجه لثدي أمه وقاعد يرضع وكذا؟ ليه؟ لأنه مش كل شيء هذا الشيء، في شغلات فسيولوجية، في شغلات تيجي هيك ربانيا، في شغلات تيجي مع اللي هو خلينا نقول يعني مبصومة في جسم الإنسان وفي ذهن الإنسان، فمش كل شيء، لكن ما نقدرش نقول إنه وجهة النظر خاطئة. طيب cognitive psychology، هنا وجهة النظر المعرفية إيش بتقول هنا؟ بتقول هنا behavior هو عبارة عن إيش interplay external external events مع internal events. بتقول إنه النظرية المعرفية إنه سلوك الإنسان بيجي ما بين إنه يعني خلينا نقول تفاعل
ما بين مؤثرات خارجية ومؤثرات داخلية. إذا المؤثرات الداخلية والمؤثرات الخارجية تفاعلوا مع بعض، إما بيعطونا positive behavior أو بيعطونا negative behavior. طبعا بتختلف، هنا بتتكلم على إنه السلوك لازم يكون متعلم فقط، لكن هنا لا، بيقول إنه في تفاعل. طب يا ترى إيش قصدك بالإكسترنال؟ بقول إنه كل واحد فينا بتعرض لستيمولاي مثيرات خارجية وتعزيز إلها. إذا تعرض الإنسان لمثيرات، زي ما يجي مثلا الأستاذ بيعلم الأطفال، بيعلمهم مثلا جدول الضرب، وبقول لهم يلا أنا بدي أعطيكم جدول التنين جدول التلاتة، لما أعطى السؤال هنا أعطى ستيمولاي، جاوب الطفل قال له ممتاز برافو عليك إلك أنت درجتين، أعطاه له reinforcement. طب هذا كله شو اسمه؟ خارجي. And internal events أو أحداث داخلية، زي إيش؟ أنت كيف تنظر one's perception and thoughts about oneself، كيف الإنسان بيدرك نفسه، كيف الإنسان بيفكر في نفسه، كيف الإنسان ماخذ فكرة عن حاله and the world والعالم حوله. طبعا أنا ما بقدرش أجي أقول لكل إنسان، أقول لكل إنسان أنت لازم تنظر لنفسك زي هيك، أو تنظر لنفسك إنه مثلا إيجابي أو سلبي. لا، كل إنسان فينا له وجهة نظر خاصة به. وجهة النظر بتحدد سلوكك في حياتك. فهو إيش بقول للكوجنيتيف؟ إنه قديش في مثيرات إيجابية وتعامل من قبلك إيجابي يبقى سلوكك إيجابي. أعطيكم مثال، لما سأل الطالب وقال له ممتاز وكافئه، والولد كمان هذا ناظر لنفسه نظرة إيجابية، بيصير كويس وسلوكياته كويسة ومريحة. طب نعكسها، لو هو مثلا أعطاه وما أعطاهوش تعزيز الأستاذ، وفي نفس الوقت الولد ناظر لنفسه إنه إيش؟ إنه مش كتير، وإنه يعني محبط، معناته هل بده يكون سلوك إيجابي؟ أبدا. فهو أعطانا مثال هنا، أعطانا مثال، قالنا مثلا depressed person، قالنا الشخص المكتئب دائما بدور على وين؟ بدور على الانفورميشن اللي بتروح إيش بتودي له؟ sad perspective. يعني أعطيكم مثال، زي نسأل سؤال واحد، لو نسأل سؤال نفسه، بنيجي نسأل لأحد الشباب كيف شايف غزة؟ ممكن يقول لك الله أكبر، والله غزة أحسن من كل العالم. طب كيف الجامعة؟ ما شاء الله أنا مبسوط جدا. طب روح اسأل زميله عنده sad perspective، كيف غزة؟ غزة بدا أعدام. أنا طب كيف الجامعة؟ نفسي أحرقها. شفت كيف هنا بصير وجهة النظر الخاصة بتنعكس على السلوك، طبعا كيف هو بينظر لنفسه. دي هيومانستيك سايكولوجي، هذه وجهة نظر، هي كانت أحدث وجهة نظر في علم النفس اللي بسموها وجهة النظر الإنسانية، لأنها تؤمن بقيمة الإنسان، هو اللي بيحدد سلوكه كإنسان مش كتركيب جسدي أو كتركيب نفسي. ليه؟ بتقول هنا إنه كل إنسان لازم يركز على development of concept of self، كيف مفهومك عن ذاتك. المفهوم عن الذات مش كل الناس بيفهموا صح، في ناس عنده طمأنينة. لما أقصد هنا مفهوم عن الذات، يعني كيف الإنسان بده يحكم على نفسه هو لإيش موجود، يعني أنت كيانك إيش اللي مخليك موجود. في ناس بقول لك أنا نفسي أكون كذا وكذا، في ناس بقول لك أنا نفسي أكون عالم، نفسي أنا أخلص، نفسي أنا أتوظف، نفسي أكون إنسان مخلص، نفسي أكون إنسان وطني. كل واحد فينا عنده شيء، هذا اسمه self actualization، اللي هي نفسي أحقق ذاتي. طب إيش بصير عندنا؟ striving يعني بنكافح، يبقى كل إنسان بكافح عشان يصل اللي هو إيه personal goals، يقدر يحقق الأهداف الشخصية. علشان هيك كل واحد فينا على حسب وجهة النظر الإنسانية له طموح في حياته، وهو يحاول أن يصل للطموح. طبعا مش بقولكم كل واحد له طموح لازم يصله، لا، ليس سهلا، ممكن إنسان ما يقدرش يصل للطموح اللي هو نفسه فيه، فبالتالي بده يحاول قدر الإمكان يصير عنده إيش يعني مكافحة مكابدة عشان يقدر يصل. ليس شرطا يصل، ولكن ممكن يصل لمرحلة سيلف استيم مثلا، سيلف بلونجينج، احترام الذات، احترام الآخرين، لكن ممكن ما يقدرش يصل لمرحلة سيلف اكتواليزيشن، مش موضوعنا، لكن أنا قصدي وجهة النظر الإنسانية، أن كل إنسان بيسعى أنه تيجي للجولز تبعته. طيب سوشيولوجيكال، خلصنا السايكولوجيكال، لاحظنا إحنا قلنا ثلاثة، بايو والسايكول جيت السوشيال.
السوشيولوجيكال موديلز اكزامين السوشيال فاكتورز، هي بتقول ايش يعني؟ هذه وجهة النظر بتقول انه كل انسان يتأثر بالمجتمع اللي حواليه، يعني سلوك الانسان يتأثر بالمجتمع. طبعا المجتمع مرتبط بحياتك، بالجنس تبعك، بعمرك، بوين ساكن، بمستواك المعيشي، كل هذا له علاقة بمتغيرات اجتماعية وغير ذلك بتأثر على سلوكك. مثلا ربطوا كثير من الأمراض والأشياء اللي بتصير من الناحية النفسية بعناصر اجتماعية. أول حاجة قالوا الإيج، لقوا أنه لما بحثوا في الدبريشن كثير من العلماء بعض نظريات وجدوا الناس الكبار في السن أكثر ناس بيعانوا من الدبريشن. لو نظرنا لها من الناحية يعني مثلا خلينا نقول التفكيرية، طب ليش بصير؟ هو صحيح في منه الحكي هذا، يعني على اعتبار انه الكبير في السن ببطل الاولاد حواليه، بصير كل انسان بده يحاول، سبحان الله الانسان بحب الالفه بطبيعته، بحب المجتمع اللي حواليه، بحب الناس، فيعني بعد الاولاد عنه يعني مكوثه في البيت لوحده هذا بيبعث عليه الدبريشن، لانه بده يصير دائما يفكر في نفسه. الجندر لقوا انه السوسايد ريت مثلا فور مين، لقوا انه اكثر معدل للاسف للانتحار ومحاولة الانتحار موجودة عند الرجال أكثر من الأمومة. وإن كان العلماء إيش لقوا، وكثير من الأبحاث أنا درستها سبحان الله، وجدت إنه السوسايدال أيدياز الأفكار الانتحارية عند الوومن أكثر، لكن السوسايدال أكشن العمليات الانتحارية الفعالة عند الرجال أكثر. يعني سبحان الله النساء ممكن تلاقيها 100 مرة بتقول بدي أموت حالي، بدي أموت حالي، بدي أموت حالي، لكن لو اجى الراجل بده يقول ما بتحارب ما بتحارب، هذه مشكله. سوشيو ايكونوميك ستيتس لقوا انه كمان الحاله الاجتماعيه والحاله الاقتصاديه، لقوا انه البوفرتي الفقر مرتبط بايش، بورر فيزيكال اند منتال هيلث اوتكمز. لقوا هذول الناس انه الانسان اللي فقير بشكل عام، يعني عايش في، مش ما بتكلم على فقر الجيبه قد ما بتكلم على الفقر المجتمع، على فقر البلد، على فقر العناصر المتاحة في المكان اللي فيه، فبالتالي زي أفريقيا زي غيره، هذا بينعكس على للأسف حتى بقول أنا كمان فيزيكال، ودائما يعني الجسد المريض ما هو هيك حيؤدي للنفس المريضة، لأنه حيتأثر إنسان نفسيته إلا ما رحم ربي، مش كل الناس نفسيتهم تتحمل. يبقى حالة الفقر والحالة الاقتصادية بتنعكس برضو على المرض اللي هو النفسي أو الاضطراب النفسي. ماريتال ستيتس الحالة اللي هو الاجتماعية ما بين اللي هو يعني زواج وغير زواج. طبعا هم لقوا يعني إنه الدبريشن والألكوهول بروبلمز، لقوا إنه الناس بيصير عندهم اكتئاب، والناس للأسف الألكوهوليزم، وإحنا إن شاء الله ربنا يعافينا من هؤلاء ويحفظنا وإياكم من كل شر، لقوهم أكثر من 2 إلى 3 أضعاف، 3 أضعاف منتشر عندهم، منهم اللي هم للأسف طبعا نيفر مريد، وهذا عكس كلام كتير بعض الناس بقول لك ما يتزوجش الإنسان بلاش يتعقد المسؤولية، وانت معك مصار عشان تتزوج، لا 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 لا، عشان تطمئنه اللي بتزوج أول شي ربنا بيحميه وبيحفظه. فهم وجد العلماء من 2 لـ3 مرات بيزيد اللي هو حالة الدبريشن وحالة الألكهول اللي هو للأسف يعني من درينكينج، بتزيد الاحتمالية للي نيفر مرض ما تزوجش او ديفورس، او كان زواج ثم تطلق، ربما تكون يعني شويه اشد. طبعا لما بقول ديفورس ما بتكلم على الفيميل، لا ميل وفيميل، وربما حتى هتتفاجئوا لو قلت لكم انه كمان الديفورس يمكن على الميل صار اشد من الفيميل، في كثير من الدراسات اثبتت ذلك. كمان الناس انا اكثر من بقول انه ايش بيقولوا ار مرض، يبقى معناته بيعزز لنا انه ليست الحاله الاجتماعيه يعني والزواج حتى وان كان في مسؤوليات ممكن تؤدي لاضطراب نفسي، لا بالعكس بتؤدي لحاله نفسيه من الاستقرار. طيب الديفنس ميكانيزم، طبعا هذا احنا اخذناه في البدايات تبعت سنه اولى، لكن احنا من باب التذكير، وانا ما بدي اخذ كل الديفنس ميكانيزم، لا انا بدي اخذ بعض الديفنس ميكانيزم اللي احنا محتاجينهم وحنحكي عنهم في اللي جاي في طبيعه الامراض النفسيه والاضطرابات. اول حاجه من باب التذكير ايش هو الديفينيشن تبعته، سايكواناليتيكال تيرم، طبعا هو الكوبينج ميكانيزم، يعني دير بالكم هو فرويد لما اقترح الديفنس ميكانيزم او اليات الدفاع او بيسموها ميكانيزمات الدفاع، هو اعتبرها عباره عن ايش، هنا
آليات تأقلم أو مهارات تأقلم، كيف نتأقلم مع اللي حوالينا، مع نفسنا، مع وضعنا. طبعا هي unconscious process. من وين جاي الانكونشس؟ جاي من الإيجو. ليه؟ ما احنا قلنا الإيجو بوازن بين السوبر إيجو والآيد. هو بيقول الإنسان اللي عنده ديفنس ميكانيزم كويس معناته الإيجو شغال. ليش الإيجو شغال؟ عشان ينزل للأنكزايتي ويحاول يخفف الصراع by modifying or rejecting reality. كثير مرات بعض الناس هيجي يقول لك طب كيف انت بترفض الواقع، رفض الواقع؟ مرات الواقع مرير. اعطيكم مثال كيف بيكون رفض الواقع. ست متزوجة لكن الزواج شوية مش موفق كثير في بيت الاهل، والزوج شوية مش متعاون، والحماة بتتدخل مثلا في هذه الامور. الان لو بدها تفكر كل الوقت في هذا الامر مش حتقعد تعيش، وحتصير في عندها مشاكل. بروح الايجو بيحاول يقول لا، انت حاول تنكر الواقع اللي انت فيه، عيشي انت كويس، وضعك منيح، ان شاء الله تتغير الدنيا. قاعد بيعملها ايش هنا؟ عشان يعملها ريديوس انكزايتي وتقدر تعيش في المستقبل. طيب mental health can be adversely affected by defense mechanism. مرات الصحة النفسية عند الإنسان تتأثر بالعكس من الديفنس ميكانيزم. يعني ما يجي واحد يفكر أن الديفنس ميكانيزم معناته يعني خلاص إشي بوزيتيف. نو no. في مرات بكون العكس. ليه؟ استخدام الديفنس ميكانيزم بزيادة مشكلة، وعدم استخدامه مشكلة، واستخدام نوع محدد بعينه دون الآخر برضو مشكلة. طيب إذا إحنا استخدمنا واحد دائما، أو ما استخدمناش بالمرة، أو استخدمنا كتير، إيش بدي يصير؟ إما distort personality، خلاص بتصير الشخصية بتضطرب، بتصير الشخصية هشة. في عنا dominant behavior، بتصير عندك في بعض الناس عندهم سلوك سائد. يعني كيف؟ زي السلوك عدواني، زي ما نقول والله فلان عدواني، خلاص أنا بستخدم defense mechanism عدوانية. أو فلان منطوي، خلاص. أو فلان يعني نقول مثلا escape personality، بيهرب. يبقى أو disturb adjustment with others، أو بصير بعض الناس عندهم إيش؟ سوء في التوافق مع الآخرين. طبعا أنا قصدت هنا إنه استخدام الديفنس ميكانيزم مهم وكويس، لكن ما نزودش، لأنه تزويده حيعمل لنا مشكلة في الحياة وحينعكس على شخصية الإنسان. طيب may never other بقول يعني may serve other purposes in addition to primary purpose اللي هو protect serve. يعني هو بقول لي كمان هي ممكن تعطينا عدة أغراض، أو عدة مثلا ليش إحنا يعني ليش إحنا من وجدت هذه اللي هو defense mechanism. بقول ممكن كمان تعطينا شغلات كثير، منها حتى protect serve، أنا بحمي نفسي، وممكن كمان تفيد الآخرين. يعني أنا بديش أنا ندخل بالتفاصيل كثيرة هنا. فالdefense mechanism مرات أنت بتيجي على نفسك أول حاجة لأمرين، بتحمي نفسك وفي نفس الوقت يعني بتحاول تهدي الحدث اللي انت فيه. طيب characteristics بقول لي operate، دايما بتشتغل unconscious level. الآن هي بقول لي ما زال هي سماتها صفاتها، أول حاجة تشتغل على unconscious، لكن هي تعتبر من البارد جزء من النورمال ايجو. ليه؟ لأنه النورمال ايجو اللي هو البوازن بين الايد والسوبر ايجو، لا قدر الله لو في صار abnormal ايجو دخلنا في disease، دخلنا في disorder. طيب لو الديفنس ميكانيزم سيز توقف تو بي افكتيف، ايش بصير؟ لا سمح الله لو انسان ما استخدمش الديفنس ميكانيزم بصير لا قدر الله سايكوسيس، اللي هو مرض او اضطراب ذهاني. ليه؟ لانه الانسان خلص زي ما يقولوها بالعاميه انسان فقد عقله. ما هو مرات عدم الاستخدام، يعني اوعى نفكر انه الانسان لما يكبت مره ومره 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 يعني كانه بحل مشكله، ابدا. مرات احنا مضطرين نطلع شويه مشاعر عشان ما يصيرش اكسبلوسيف، وما يصيرش لا سمح الله اضطراب ذهاني. الكلاينت مي نوت بي ايبل تو كنترول، مرات الانسان بيقدرش يتحكم في الديفنس ميكانيزم. طيب ايه وان كونشس اوف ذيم، ايش يعني؟ حتى لو كان واعي يعني فيها ممكن ما نقدرش. يعني ما يجي واحد يقول هو الديفنس ميكانيزم، مازال انت بتقول من الايجو، طب انا ممكن انا اقدر. يعني بقول حتى لو الكونشس اوف ذم، لو انت وعيت عليه، او حتى غيرك كان واعي للامر هذا، يعني عرف انه انت عندك ديفنس ميكانيزم كذا وكذا، اوعى تفكر انه من السهوله توقفه. ليه؟ لانه احنا قلنا ايش انا جزء من الانكونشس، علشان هيك مش سهل الانسان يتحكم في الديفنس. لكن اللي بتعود يستخدم الديفنس ميكانيزمز خلينا نقول بتوازن بيعيش كويس. طيب
هنا commonly act ايش؟ احنا انا اللي خاطر عشان يعني ممكن المحاضرة القادمة نشرحهم كلهم ورا بعض بدل ما نقطع بين الاثنين اللي هي commonly used defense mechanism. انا بقول commonly مش هشرحهم كلهم بس اللي بنستخدمه اكثر شيء في حياتنا. خلينا نتوقف عشان احنا ما نطولش دائما بحدود اللي هو نصف ساعة، والمحاضرة القادمة ان شاء الله بنكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.